يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد الساعة 7. بتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده. طول عمرنا إحنا يا مصريين معروفين بأخلاقنا، معروفين بسلوكياتنا الجميلة زي الجدعانة والشهامة والكرم، وإزاي الصغير بيحترم الكبير، وإزاي الأخ بيخاف على أخته، وابن الجيران اللي بيحافظ على بنت منطقته وكأنها زي أخته بالظبط ويمكن أكتر كمان، وما يسمحش لحد أبداً إنه يقرب منها. والضيف إكرام الضيف واجب، ده إحنا متربيين على كده، ولما يجي الضيف البيت نقوم معاه بكرم الضيافة على أصولها وتمام التمام، وحاجات زي كده كتير قوي. عشان كده المجتمع دايما متماسك، عشان كده دايما بنحب بعضنا، عشان كده دايما كنا كمان عايشين في هدوء وفي راحة بال. والحياة الحقيقة يمكن فيها بعض التغيرات اللي حصلت، يمكن الوضع مع مرور الوقت اتغيرت حاجات، ظهرت علينا حاجات، اتغيرت شوية سلوكياتنا، يمكن عاداتنا تقاليدنا، يمكن أسلوبنا في التعامل مع بعض ظهرت عليه شوية تفاصيل مش بتاعتنا. يمكن كلنا دلوقتي بنسأل، هي أخلاقنا الجميلة دي فين؟ ليه مش موجودة زي الأول؟ ليه انتشرت سلوكيات تانية مش بتاعتنا وعمرنا ما تربينا عليها؟ ليه الأسرة مش متماسكة زي ما كانت زمان؟ الحقيقة إن الأسئلة دي شغلت تفكيرنا وشغلت كمان تفكير ناس كتير، من ضمنهم الكاتبة اللي منورانا النهاردة الأستاذة دينا شرف الدين، واللي كتبت مقالات كتيرة جدا عن الأخلاق وعن أهميتها في حياتنا، ومؤخرا فكرت إنها تجمع المقالات اللي كتبتها الخاصة بالأخلاق في كتاب بعنوان كلمات في زمن الأي كلام، وهو ده الكتاب اللي هنتكلم فيه النهاردة مع بعض ومع ضيفتنا اللي منورانا. ولقينا الأخلاق شيء مهم جدا في حياتنا، أكيد كلنا تابعنا ولسه بنتابع الحملة التوعوية اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان أخلاقنا الجميلة، واللي أشارت من خلالها بأهمية الأخلاق في حياتنا، واللي بتهدف إلى ضرورة تنقية المجتمع من الأخلاقيات والسلوكيات اللي مش متماشية معانا، اللي مش شبهنا، اللي مش بتاعتنا، ونرجع تاني سلوكياتنا الحلوة وأخلاقنا الجميلة اللي زي الشهامة واللي زي الأخلاق واللي زي كل صفاتنا الحلوة وكل الكلام الجميل اللي دايما كان بيتقال على المصريين. هنتكلم النهاردة الحقيقة عن الأخلاق، هنتكلم النهاردة عن السلوكيات، لكن قبل ما نتقابل مع ضيفتنا اللي هتنورنا النهاردة في الاستوديو الكاتبة الأستاذة دينا شرف الدين ونتكلم معاها عن كتابها، تعالوا نشوف مع بعض زي ما حضراتكم متعودين تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا، ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وتقسم الرواية إلى 3 أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون. يحتل المركز الثاني كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول الكتاب أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها. في المركز الثالث تعود إلى القائمة من جديد رواية لوكندت بير الوطويط للكاتب أحمد مراد، والتي تحكي عن سلسلة اغتيالات تكشفها جريمة مصرع أحد البشوات. تأتي في المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من 3 روايات للكاتبة تدور أحداثهم في مملكة غرناطة. جاء في المركز الخامس كتاب ماذا حدث للمصريين للكاتب الدكتور جلال أمين، ويحلل من خلال الكتاب ما حدث من تغييرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف قرن الماضي، وذلك بأسلوب ساخر جذاب. في المركز السادس جاء كتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.
رجعنا لكم مرة تانية ومعانا دلوقتي تقرير عملناه في يحكى أن عن كاتب كبير جدا ومهم جدا ليه مكانته في الحياة الأدبية. أعماله الأدبية كلها مميزة وليه جمهور كبير جدا من القراء. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع تاني. شخصية المعرض اللي كانت مثلا نجيب محفوظ السنة اللي فاتت وكل سنة بنختار حد، لكن السنة دي كان لازم نختار حد من الناس الكتاب والمفكرين اللي كان ليهم دور في حرب أكتوبر. طبعا الأستاذ جمال الغيطاني هو أشهر مراسل صحفي لجريدة الأخبار أو الجرائد عموما اللي كان موجود على الجبهة في 73، وكتب كتابات كتيرة جدا ومقالات كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا عن الحرب من منظور حد عاش جوه الموضوع، مش من منظور حد سمع عنها او قراها في كتب التاريخ او كان موجود زي ما انا كنت موجود، بس ايامها كنت طفل صغير بتفرج على الحاجات على البيانات في التلفزيون، لكن ده كان داخل الحدث. فطبعا قدرنا نحصل من اعماله على حاجات كثيره جدا. يتزامن المعرض بمرور 50 عام على نصر اكتوبر المجيد، اليوبيل الذهبي. قلنا نقدر نجيب مين شخصية ثقافية كانت مؤثرة في الحرب دهيت، مفيش أشهر من المراسل الحربي جمال الغيطاني. في ناس كتير قوي تعرف أنه هو أديب وكاتب صحفي كبير، لكن كان هو أشهر مراسلي حرب أكتوبر المجيدة، وكان مهم جدا أن الناس تعرف دوره في حرب أكتوبر المجيدة والنصر العظيم. وكان بيمد الإذاعة والنشرات الإخبارية كلها تقريبا بتفاصيل أحداث الحرب. أستاذ جمال الغيطاني طبعا مشهور أو معروف بالنسبة حتى العموم، أعتقد العموم القراء المهتمين بالقراءة شوية، أنه كان مراسل حربي وكان في حرب 73 على ما أتذكر، وممكن كان قبلها كمان في حرب السنزاف، مش متأكد من دي، ولكن هو كاتب وبالتأكيد ليه بعض العناوين المهمة في الأدب، وتولى برضه حتى كانت أخبار الأدب، كان هو رئيس تحريرها فترة طويلة، وكان شاهد عام في الحرب، ده حقيقي لأنه كان مراسل حربي. والله جمال الغيطاني هو كاتب وصحفي، وكنا بنقرا له أيام 73 كنا صغيرين وبنقرا له إن هو كان على الجبهة وكان بينقل لنا الصورة حية من على الجبهة في 73. استلهم من التراث المصري قصصه ليخلق عالماً روائياً عجيباً، مما جعل له أسلوباً مميزاً في السرد مختلفاً عن معاصري من الأدباء. إنه الروائي والكاتب الصحفي جمال الغيطاني. بدأ الغيطاني حياته الصحفية كمراسل حربي في جريدة أخبار اليوم، ثم بدأ رحلته مع الأدب حينما كتب 3 روايات في الفترة من عام 1963 وحتى عام 1969، وعندما صدرت له مجموعته القصصية الأولى أوراق شاب عاش منذ 1000 عام. تميزت كتابات الغيطاني بالمزج بين الأصالة والحداثة، كما أحيا العديد من الحكايات المنسية في التراث المصري. من أبرز أعماله الروائية سفر البنيان وقائع حارة الزعفراني، القاهرة في 1000 عام، الرفاعي والزين بركات التي تم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم. رحل الغيطاني عن عالمنا في 18 أكتوبر عام 2015 تاركاً للثقافة العربية تجربة أدبية من الصعب تكرارها. رجعنا لكم تاني ولسه معانا دلوقتي تقرير لطيف جدا نشوفه مع بعض ونرجع على طول لحضراتكم علشان نبتدي حلقتنا ونبتدي كلامنا عن أخلاقنا وسلوكياتنا الجميلة. مكتبة مصر العامة هي دلوقتي بقالها 29 سنة في مجال الثقافة. إحنا مكتبة بتخدم كل فئات المجتمع من الأطفال سن 3 سنين ما شاء الله. قسم الأطفال عندنا من 3 ل 15 سنة،
بيخدم الأطفال، بيقدم لهم أنشطة ثقافية، أنشطة ترفيهية، أنشطة علمية، وأنشطة فنون ورسم وحرية. أنشطة العلمية فيها ماس وفيها ساينس وفيها دورات للغات المختلفة لجميع الأعمار من أولى ابتدائي لغاية ثانوية عامة. الأنشطة الترفيهية عندي كشافة وعندي شطرنج وعندي يلا رياضة. المكتبة راعت الرقمنة بأنها أتاحت منصات رقمية للأطفال، زي مثلا منصة نوري، دي منصة جديدة اشتركت مع فيها المكتبة وأتاحتها للطفل أنه يقدر يقعد على الكمبيوتر وينقي القصة اللي هو عايزها، يقدر يشوفها وهي بتتحكي له أو يسمعها. كمان عندنا منصة للباحثين، هي منصة سبرينجر، دي بيقدر فيها أي باحث يدخل ويبحث عن الكتب سواء بالساينس أو الماس، وياخد حاجات على اللي هو عايزها على سي دي أو على فلاشة. فإحنا برضو رعينا الجانب التحديث والرقمنة. المكتبة كمان دلوقتي بتتيح حجز الكتب عن طريق الواتساب أو عن طريق التليفون، يقدر المستفيد يحجز الكتاب اللي هو عايزه ويجي يلاقيه. عندنا كمان خدمات المكتبة المتنقلة، المكتبة بتروح أماكن كتير على مستوى القاهرة والجيزة، فبتخدم فئات مجتمعية كتير وبتقدم لها نفس الخدمة الثابتة اللي في المكان، بتقدم عن طريق المكتبة المتنقلة سواء في القراءة أو في الأنشطة. العضوية في المكتبة بسيطة جدا لأن هي اشتراك رمزي سنوي، الأطفال بتبدأ من 20 جنيه، الكبار 35 جنيه سنويا، ده الاشتراك رمزي، مجرد صورة شهادة الميلاد أو صورة البطاقة وصورة شخصية بتقدر تعمل الكارنيه، وخدمة الكارنيه كمان فوري، تقدر تستلم الكارنيه وتستخدم كل خدمات المكتبة على طول وفوريا من أول ما تيجي. والله نوع من المكتبة دي بيتهم التاني، وإن هم لما هيجوا هنا هيلاقوا حاجات كتيرة جدا هم ما كانوش متوقعينها يلاقوها في مكتبة زي دي في مصر، من خدمات ومن أنشطة. مكان آمن ممكن الطفل فيه يلاقي فيه العلم ويلاقي فيه الترفيه ويلاقي فيه الإبداع. فتعالوا نجرب. كتب متنوعة والدنيا هدوء يعني، فبتبقى بتساعد الولد اللي هو يقرأ ويكمل مذاكرته يعني وكده. بحب هنا عشان أذاكر وأقرأ وكده وتعلم على عموم. هو أنا باخد كورس كوري في المركز الثقافي الكوري، فالمكتبة قريبة من المركز، فأنا باجي كل حد باخد الكورس وباجي مثلا استعير كتاب اقراه في خلال الاسبوع او كده، وبقعد شويه اقرا هنا او اخده معايا استعيره وبعدين برجعه تاني اسبوع او كده. انا ابني عمر هنا بجيبه من هو 4 سنين، ودلوقتي داخل على 16 سنه. بصراحه استفدت من المكتبه هنا جدا، فيها انشطه كتير جدا. من هو صغير بجيبه انشطه ترفيهيه وانشطه ثقافيه، وكمان بستعير له كتب. كنت جبته هنا وهو صغير، خدت كورسات رسم، خدت كورسات ترفيهية كتير برضو غير الرسم، اللي هي ازاي يعمل حاجات بايده. خدت كورسات انجليش، بصراحة هنا الانجليزي كان عاجبني كويس جدا، يعني بقرا قصص كتير وبتبقى مفيدة الحمد لله. يعني كنت باجي وانا صغير ببقى في كورسات يعني بحضرها، وكان بس قطعت لما كان فترة كورونا وكده، وجيت تاني يعني كان المكتبة اتطورت وكده، فكان بيبقى في كورسات جرافيك وكورسات ألماني، كنت بجي عادي يعني وحضرها وكان كويس الحمد لله. يعني هي أختي الحقيقة اللي عرفتني على المكان، وأنا هنا يعني تاني كارنيه أعمله، وكنت السنة اللي فاتت مش منتظم قوي، وهنا لسه عمل الكارنيه، وديت كانت تالت مرة جينا.
رجعنا لكم مرة تانية ومعانا ومنورانا الكاتبة الأستاذة دينا شرف الدين، واللي هنتكلم معاها الحقيقة عن كتاب مهم جدا بالنسبة لي وأكيد أعتقد بالنسبة لكم كلهم. كتابها هو كلمات في زمن الأي كلام، واللي بيتكلم عن السلوكيات والأخلاقيات اللي أكيد كلنا نفسنا أن احنا تكون موجودة، ونفسنا أن هي تفضل طول الوقت بتميزنا كمجتمع مصري. مساء الخير، منورانا وسعيدة جدا بالفكرة اللي بتقدميها من خلال كتابك الحقيقة. مرسي جدا، أنا الأسعد وبوجودي معاكم، ودي مش أول مرة أكون في يحكى أنا بس المرة دي عشان الكتاب، ودي يعني حاجة جميلة بالنسبة لي قوي، وده أول كتاب بالنسبة لي. حضرتك قررت أنك تجمعي كل المقالات اللي بتكتبيها في اللي بتتعلق بالأخلاق أو بالسلوكيات في كتاب؟ طبعا مش كل المقالات، مش المقالات كل. عايزة كتب كتير قوي، لكن أنا اخترت مجموعة معينة خاصة بمشاكل المجتمع والظواهر السلبية اللي موجودة في المجتمع، اللي هي محتاجة مناقشة ومحتاجة طرح حلول ومحتاجة يعني إنها يعني نتكلم فيها، وعلى رأسها طبعا مشكلة الأخلاق اللي حصل فيها تراجع كبير. قبل ما نبتدي نتكلم عن الكتاب وعن كل النقط اللي حضرتك تطرقت إليها من خلال الكتاب، زي مثلا تدخل السوشيال ميديا على حياتنا وعلى سلوكياتنا، عايزين نتكلم شوية عن عنوان الكتاب. والحقيقة إنه كلمات في زمن الأي كلام دي يعني عنوان شيق وفي نفس الوقت قوي جدا. يعني هو طبعا حصل تعليقات كتير على العنوان وناس كتير من اللي ما تعرفش انا جايب العنوان منين، سالوني انت اخترتي العنوان ده على اساس ايه، وعنوان صادم شويه، لكن هو ده كان عنوان مقال من مقالاتي من 4 سنين تقريبا او 5 سنين. ايه قصه العنوان بتاع المقال اللي انا يعني اخذت منه عنوان الكتاب؟ انه كان انا اتفاجئت باغنيه كده كانت طالعه موضه شويه من ضمن الحاجات اللي بتفرقع دي، مغني بيقعد يقول انت اي كلام. ايوه فاكره الاغنيه دي كويس. فطبعا انا استوقفتني الجمله، وبعدين استنيت اما اشوف بقيه كلام الاغنيه، لقيت الاغنيه كلها اي كلام، لقيتها كلها كلها انت اي كلام. أيوة. لغايه ما خلصت، فطبعا جالي حاله ذهول، قلت بجد هي كده يعني الاغنيه اي كلام؟ هي كده. طب أي. صح، احنا في زمن احنا في اي كلام، ده احنا زمن الاي كلام. لان زي ما تضرب كان ارتباطا مع الاغنيه اللي طلعت بالزبط. من كذا سنه وكانت عنوان مقاله، كانت عنوان مقال اسمه زمن الاي كلام، مش كلمات في زمن الاي كلام. فانا ده عنوان مقال. فلما جينا بنختار عنوان الكتاب، المفروض كتب المقالات يعني معروف انها يا اما عنوان مقال جوه من المقالات، او عنوان عام يعني بيدل على الفكره اللي انا يعني اللي بتجمع كل المقالات اللي موجوده. فالحقيقه رسيت على عنوان زمن الاي كلام. أيوة. وتطور بقى كلمات في زمن الاي كلام على اساس يجمع كل الكلام اللي انا كاتباه في هذا الزمن اللي بيتميز بانه اي كلام في حاجات كتير. احنا بقينا يعني المستوى ده مش ده المستوى اللي احنا يعني عارفينه ومتعودين عليه، مش ده اللي احنا اتربينا عليه، ومش ده اللي احنا متعودين عليه، ومش ده اللي احنا كبرنا عليه. ده اللي حضرتك عايزه تقوليه بالظبط. وتطوير العنوان الحقيقه يعني كان لزوجي الفنان احمد عبد العزيز. طبعا تحيه كبيره جدا للفنان احمد عبد العزيز سوق حضرتك، وانا اتطرق برضو اكيد لجزئيه العمل الفني ايا ما كان ودوره في حياه حضرتك اكيد، ودور اكيد حضرتك في حياته. لا هو بس يعني ايه فكر معايا ان احنا نخلي كلمات في زمن الاي كلام. يعني مش بقى ناخد نص عنوان المقال ونزود عليه كمان الجملتين دول، فيبقى معبر اكتر عن محتوى الكتاب كله. شكله ايه بقى زمن الاي كلام اللي بتتكلمي عنه؟ شكله ايه اللي بتتكلمي عنه في الكتاب؟ ايه السلوكيات اللي استوقفتك؟ حسيتي انه دي مش بتاعتنا، دي مش اخلاقنا، مش ده اللي احنا تربينا عليه، مش هم دول المصريين. لا. مش هي دي البنت المصريه، مش هو ده الراجل المصري. شكله غريب في كل حاجه. يعني عايزه اقول ان هي الاخلاق فعلا هي يعني زي ما احنا عارفين هي المنظم والضامن لاستقرار اي مجتمع. طبعًا. الاخلاق طول ما هي محفوظه وهي موجوده وقائمه ومتعامل بيها يعني الناس بتستعملها، ده هو ضمان استقرار المجتمع. اذا الاخلاق دي تراجعت او انهارت، مش عايزه اقول انهارت عشان ما بقاش متشائمه، انما يعني تراجعت تراجع كبير، بقى في مفردات كتير جدا ما حدش يعرفها من الاجيال الجديده اللي هي اولادنا يعني. أيوه. اولادنا والاصغر منهم واللي لسه طالعين ما بيعرفوش حاجه من الكلام ده. أيوه. يعني ما يعرفوش يعني حياء، ما يعرفوش يعني ايه امانه، ما يعرفوش يعني ايه شهامه، ما يعرفوش يعني ايه احترام الكبير. ما ينفعش واحد كبير يجي وانت قاعد في وضع مش لطيف فتتعدل او تقوم عشان يقعد، ما فيش. الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها ما بقتش موجوده. طيب تعالي نتكلم شويه عن السوشيال ميديا.
رضينا أم لم نرضى هي أمر واقع في حياتنا طبعا. في حالة اقتحام غير مسبوق للسوشيال ميديا في حياتنا إحنا ككبر، في حياة أولادنا، في كل حياة المصريين بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم عن المجتمع المصري اللي يهمنا، لان هو ده مجتمعنا اللي يفرق معانا، نصلح اللي موجود فيه ونكتر الحلو منه ونشيل الوحش اللي مش عاجبنا فيه. تفتكري تدخل السوشيال ميديا بنسبة كام أثر على سلوكياتنا وعلى تصرفاتنا وعلى أفكارنا؟ بنسبة كبيرة تخد. بنسبة كبيرة جدا تخد. في كل الأعمار، في كل الأعمار، في كل الأعمار. أيوة. تتهمي السوشيال ميديا بإيه؟ غيرت فينا إيه؟ لما تكلمتي عن اقتحام السوشيال ميديا لمجتمعنا ذكرتي إيه بالظبط؟ عمل التفكك في العلاقات الاجتماعية، التواصل الاجتماعي الحقيقي والعائلي وبين الأصدقاء وبين الأفراد المجتمع اللي هم كانوا متواصلين اتقطع تماما يعني أو شبه اتقطع. أيوة. إلا يعني طبعا استثناءات قليلة قوي، لأنه كل واحد مستغرق. حتى الناس لما بتتجمع مع بعض، يعني في صورة شهيرة جدا كانت موجودة على السوشيال ميديا برضو طبعا، بتاعت عيلة كبيرة قاعدين مع بعض حواليها الأسرة كلها والأحفاد، وكل واحد ماسك وكل واحد ماسك التليفون ومش باصين لبعض، ما بيتكلموش. الكلام اتقطع تمام. فكل واحد مستغرق في العالم الافتراضي ده تمام. بشكل يعني مرضي وإدماني كمان طبعا. طبعا طبعا ده بالنسبة فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي. تعالي نتكلم شوية عن الألفاظ الألفاظ. والحقيقة أن دي برضو من الحاجات اللي بتستوقفني جدا، أنه للأسف الشديد أن السوشيال ميديا ساهمت في انتشار كتير من الألفاظ المبتذلة والألفاظ اللي مش بتاعتنا والألفاظ اللي ما كانش مسموح بيها في المطلق طبعا. في معاييرنا الأخلاقية والسلوكية إنها تتقال بالسهولة دي. وكنا لما نسمعها نبص وكأن اللي بيقول ده بيقول حاجة عيب تتقال in public على الأقل، أو دلوقتي يعني ما بيقولهاش هو دلوقتي بتتقال في السوشيال ميديا عادي يعني وكأنها صباح الخير بالظبط. تعالي نتكلم شويه عن نقطه الألفاظ، لأني أعتقد إن برضو نقطه الألفاظ دي في منها حاجات جديدة على ودنا احنا مش متعودين عليها. هي يعني انا اقول ان السبب الرئيسي اللي خلى ان في انفتاح قوي كده وقله حياء، قله حياء او قله حياء، قله حياء يعني. أيوة. الحياء من القيم الاخلاقيه. أيوة. لكن لو قلناها باللغه الدارجه قله حياء. أيوة. يعني الفاظ ما فيهاش يعني احترام متقلش. بسبب الجري وراء قصه الترند، الشهرة. الترند هوس الجميع ومشكله كله بيجري وراه لدرجه صغير الناس. وكبير لدرجة إن الناس أساسا دينا ده كمان قصة الترند دي الحقيقة مغلباني جدا ومحيراني جدا ومحيرة ناس كتير قوي. أنا اكتشفت إنه في ناس بتتعمد تعمل حاجات غلط وغريبة عشان تلفت عشان تبقى ترند. طبعا. يعني الواحد بيفتكر أو الواحد كان فاكر إنه يعني حاجة اتعرفت عنه فتشهر فبقى ترند. أنا معرفش أي شهرة اللي الناس بتبحث عنها، يعني ما هو المجرم بيتشهر برضو، أنا مش عارفة أنه شهرة الحقيقة اللي الناس بتبحث عنها. ولكن للأسف إحنا بنتكلم عن حقيقة موجودة، إنما فكرة إن أنت تكون حد بتتعمد تغلط وبتتعمد إنك تعمل تصرف غريب أو شاذ أو تصرف بعيد عن مجتمعنا يتعمل. لمجرد انك عايز تكون ترند. ده وصلت الحكايه الى المتاجره بالاطفال، بالبيبيهات الرضع، بتصوير الحياه اليوميه لطفله مثلا من الاب والام، بيستغلوا الطفله دي علشان يكسبوا من وراها ويبقوا ترند. تطلع يطلع بنت او ولد يقول حاجات عجيبه. يقولوا حتى قصص مختلقه. أيوه. وكذب. أيوه. علشان يبقى ترند. فما فيش اي مانع من اي كلام مش كويس، من اي واحد يضحي بسيرته وسيرة عيلته، حد يلبس حاجة غريبة، حد يعمل حاجة غريبة مجرد يعني. لان ده حلم بقى، حلم حلم الجميع، حلم الترند والثراء السريع، وان انا بقى شهير على السوشيال ميديا وعندي متابعين فهكسب فلوس. فبقت اسهل حاجة الناس بترمي ورا ظهرها بقى ايه العيب والاخلاق والانسانية والحياء والقيم والسلوك. مفيش كلام من ده بقى، الموضوع بقى فيه هوس وجنان. طب احنا النهاردة كمصريين عايزين نحافظ على مجتمعنا، عايزين ولادنا يطلعوا متربيين زي ما احنا تربينا، عايزين ولادنا يطلعوا عارفين يعني ايه شهامه ويعني ايه اخلاق ويعني ايه كبير وصغير ويعني ايه ست وراجل ويعني ايه بنت وولد ويعني ايه شهامه ويعني ايه جدعانه ويعني ايه ادب ويعني ايه اخلاق. ليه ما نعملش ده زمان؟ ما كانش عندنا سوشيال ميديا. النهارده عندنا. ليه ما نعملش حصه يوميه
او مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع على حسب الجدول الدراسي. طبعا كل مدرسه وليها اسلوبها وليها طريقتها. نعمل حاجه اسمها سلوكنا، سلوكياتنا، سلوكنا المصري، اي اسم تسمى باي اسم، وتكون حاجه بتواجه اللي احنا بيتم اقتحامنا بيه من فيديوز، من الفاظ، من عادات مش بتاعتنا، من تقاليد مش شبهنا، لا تناسب بناتنا ولا تناسب ولادنا. صعب يبقى في رقابه عليها، صعب جدا يحصل رقابه على، وكمان ده صعب جدا من السوشيال ميديا. يبقى احنا محتاجين نواجه ده، لان احنا النهارده كامهات او كابهات مهما حطيتي في ولادك ومهما ربيتي ومهما زرعتي ومهما علمتي، انت بتواجهي جهاز خطير. بالظبط. انت بتواجهي اجهزه مرعبه، ديفايسز ما تقدريش تقفي قدامها. مش هتسيبي كل حاجه في حياتك وتقعدي جنب بنتك او ابنك تشوفي هما بيتفرجوا على ايه. لا، ده غير البلاتفورمز، ده غير ده غير ده غير. يبقى لازم كل الجهات تشترك في الحمله. يا ريت في حمله توعويه تجنن حلوه جدا جدا جدا، عملتها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. أخلاقنا الجميل. الحمله في منتهى الجمال، بتتكلم عن تفاصيل ليها علاقه بالاخلاق، بتتكلم عن تفاصيل ليها علاقه بالهزار الجارح اللي احنا بنحطه تحت بند الهزار، وهو في حقيقه الامر تنمر. اهانه مش هزار وتنمر. بتتكلم عن الشهامه والجدعانه بتاعت المصريين والادب والاصول والاخلاق، ولما اشوف ست كبيره اعمل ايه، ولما اشوف بنت ماشيه في الشارع اعمل ايه، ولما اشوف طفل بيتعرض لاذى اعمل ايه. احنا عايزين نطبق ده بقى في المدارس. طبعا المفروض، ما انا بقول لك في ماده اسمها الاخلاق، بس انا يعني عايزه اقول انه الموضوع مش موضوع ماده دراسيه يعني. يعني ممكن ما يذاكروهاش زي ما بيذاكروا. ما احنا لو ابتدينا مع الاطفال هنبتدي يعني، اقصد نبتدي، بس يبقى في توجيهات كده للمدارس، للمدرسين بالذات في مرحله الصغيرين التعليم الاساسي. انه يبقى في، احنا بنعلم الولاد دول الحاجات دي بطرق غير مباشره. ايوه، مش هينفع تقعدي الاطفال الصغيرين وتقولي لهم يعني في حاجه اسمها صدق تعمل كذا، وفي حاجه اسمها شهامه تعمل. طبعا مفيش كده، مش هيسمعك. طبعا، ما هو لغه اللغه التعليميه يتم استخدامها للتوجيه في طرق يعني مباشره. احنا بنقول الفكره، بس الفكره تنفيذها ازاي دي بقى مش بتاعتنا. من خلال بقى ان احنا نصدر لهم القيم دي في حاجات غير مباشره. ايوه، بطرق غير مباشره. أيوة. يعني من خلال بالذات البرامج. أيوة. والدراما. ايوه، حضرتك تطرقتي كمان لنقطه مهمه جدا الحقيقه في الكتاب، وهي فكره علاقه الرجل بالمراه. علاقه الدعم، علاقة المساندة، علاقة الاحترام، اللي على فكرة هو احنا كمان عشان نعلم ولادنا ان هم يكونوا كده هم لازم يشوفونا، لانه هو في الاخر انت حضرتك لو ام متنمرة او ام بتعاملي الناس اللي حواليكي وحش وبتتصرفي معاهم وحش، ما تطلبيش من بنتك او من ابنك ان هي تعامل الناس كويس، لانها هتطلع بتعمل زي حضرتك. والعكس صحيح، لو حضرتك بتكذب او لو حضرتك بتسلك اي سلوك غير لائق، ما تلاقي ابنك بيعمله ما تقولوش انت بتعمل ايه، لان هو مش هيتعلم اللي انت بتقوله، هو هيعمل زيك بالظبط. رجعنا لحضراتكم مره تانية، والحقيقه حلقه يعني مهتمين بيها جدا، وعلى مستوى اخلاقنا وسلوكياتنا الحلوه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا بنتمنى دايما ان احنا نكون متمسكين بيها قوي، لان هي دي طبيعتنا وهي دي حقيقتنا. الشهامه والجدعانه والطيبه والادب والاخلاق والذوق والكرم، هم دول المصريين. خلينا نرجع نكمل كلامنا مع ضيفتنا الجميله الاستاذه دينا شرف الدين، اللي بنتكلم معاها النهارده عن كتابها كلمات في زمن الأي كلام. نرجع لسؤالنا اللي طلعنا بيه وسألناه قبل الفاصل، وهو فكرة الأسرة. اتكلمتي عن تماسك الأسرة، اتكلمتي عن تعامل الست وإكرامها واحترامها، وإزاي الزوج بيكون عليه عامل كبير جدا في الكيان ده أو في الشكل ده أو في تحقيق الهدف ده ما بين الست والراجل. المودة، الرحمة، الاحترام، ذكرتيه إزاي في كتابك، قلتي عنه إيه؟ قلت إنه لازم نتعامل مع المرأة دي على إنها كيان رقيق، وبعدين هي أساس الأسرة. يعني إذا كانت الأسرة دي لها عماد الأسرة، فهي الأم أو الزوجة هي اللي بتشيل الأسرة، هي اللي بتبذل المجهود، اللي بتربي الأولاد، هي اللي بتعمل كل حاجة، هي زي الأبطال يعني. هي فعلا بتتعامل معاملة البطل، لأنها بتعمل حاجات كتير قوي في وقت واحد، وبتقدر تتحمل مسؤوليات كتير في وقت واحد. فإذا محتاجة بقى اللي يقدر ده طبعاً. ما ينفعش تعمل كل المجهودات دي وتعمل كل التضحيات دي، وفي النهاية يجي مثلا الزوج ولا الابن يقول لها انت يعني بتعملي ايه،
ما كله بيعمل كده. أيوة. لا، فانت بتقلل من بتتفه من حجم المجهود والتضحيه اللي هي بتعملها. لا، لازم ده يتقدر، لازم يتقدر، لانه ده دعم نفسي، لانه الزوجه دي او المراه دي لو هي اتكسرت نفسيا هي شويه وهيكون قدرتها صحيح. على العطاء دي تتقطع. وعلى فكره اللي بيكسر الام بيكسر ولادها معاها. أكيد. يعني احترامك لام ولادك او احترامك لزوجتك هو احترامك لولادك، لانه هما هيتعلموا بنفس الطريقه، هيتطاولوا عليها اذا الاب بيتطاول. طبعا مش هيحترموها اذا الاب ما بيحترمهاش. بالظبط. طبعا ولازم يبقى في تقدير، لانه الـ 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 المراه دي ليها اوقات وتقل، يعني اوقات بتبقى متضايقه نفسيا. صحيح. اكيد مفهوم لاسباب نفسيه وفسيولوجيه وحاجات كتير يعني. فلازم يبقى في تقدير للمراحل دي وللاوقات دي، ولازم يبقى على الاقل بالكلمه الكويسه. ما قلناش انه يبقى في يعني تقدير مادي، انما تقدير الكلمه. أيوه. تقدير الكلمه بس. طبعا تعالي نتكلم شويه عن دعم الزوج للزوجه، وحضرتك طبعا زوجه الفنان القدير الاستاذ احمد عبد العزيز، وعايزين نتكلم شويه عن العلاقه اللي فيها الدعم. بتمثلك ايه؟ بتفرق معاكي ازاي؟ بيدعمك ازاي على المستوى العملي، مش هنقول بس على المستوى الانساني ومش بس على المستوى الشخصي، انما كمان على المستوى العملي. والله يعني الحمد لله احنا علاقتنا علاقه صداقه. الحمد لله. يعني احنا بندعم بعض يعني. الحمد لله. فانا فضلت ادعم كتير قوي وساكته ما بعملش حاجه، وبعدين لما ابتديت انا بقى يعني ارجع للكارير بتاعي هو يعني كان شايف انه تمام الوقت مناسب، لان الاولاد كبروا يعني شويه. أيوة. حضرتك توقفتي؟ انا توقفت فتره طويله علشان اولادي وعشانه وعشان البيت وكده. جميل. وبعدين رجعت تاني من 2011. ايوه. فالحقيقه يعني كان الرجوع ده مرحب بيه عادي، لان الوقت كان مناسب. انا من نفسي حسيت لما حسيت ان هما محتاجين لي اكتر، والبيت محتاج لي واولادي محتاجين لي، ما كانش في فرصه ان انا اجمع بين الحاجتين. ولما لقيت ان الوقت مناسب رجعت، فكان الحمد لله في دعم، يعني دعم معنوي يعني. أيوة طبعا. يعني طبعا هو لو ما بيدعمنيش نفسيا او ما بيشجعنيش حتى بكلمه، طبعا ما فيش يعني ملوش علاقه بالشغل بتاعي او بالكتابات بتاعتي، الا اني باخد رايه احيانا. تاخد رايه؟ ايه رايك؟ حلو ده؟ حلو. ايه رايك في العنوان ده؟ لطيف. لما جيت اعمل الكتاب طبعا الحقيقه كان يعني معايا جدا في موضوع الكتاب، وكان بيشجعني ان انا اخلص الكتاب. يعني الكتاب كله جاهز، يعني هو مجموعه المقالات اللي انا هختارها في اطار موضوع معين هتجمعيهم. فانا الحقيقه كسلانه شويه يعني، لاني مشغوله برضو انا طول الوقت مع اني بكتب، بيتي والولاد مسؤوليتي، شغال عادي يعني، ما فيش مش متفرغه يعني. فطول الوقت كنت بضيع في الوقت، وفي الاخر بقى لي يلا بقى خلصي الكتاب، خلصي الكتاب عشان المعرض قرب. جميل. فخلاني يعني فعلا قعدت ركزت، وقعدت يومين ثلاثه كده جمعت الحاجات وظبطتها وعملت المقدمه، وكان معايا برضو في اختيار الغلاف وتصميم الغلاف هو وابني محمد، يعني هم ربنا يخليه شاركوا معايا. يا ربنا يخليه. حضرتك عندك ولد واحد؟ لا انا عندي ثلاثه. ما شاء الله. اميره ومحمد ويوسف صغير. ما شاء الله. ما شاء الله. تمام. وهو اختار العنوان، وبرضه في حفله التوقيع كان موجود وواقف معايا، يعني برضه دي الحاجات دي مهمه طبعا جدا. اكيد اكيد تفرق، بتفرق جدا. اكيد بتفرق مع الست، واكيد بتفرق مع الام، واكيد بتفرق بشكل كبير. حتى دعم حضرتك ليه اكيد بيفرق. حتى اهتمام حضرتك بيه اكيد بيفرق. أكيد. يعني اعتقد انه الاهتمام والاحترام والدعم ده شيء متبادل، لازم يكون متبادل. لازم يكون متبادل. ما ينفعش طرف يدعم ويهتم ويدي والطرف الثاني ياخد طبعا. بس وده كل الناس المفروض تعمل كده يعني. أي. ده المفروض دي القاعده العامه. أي. اللي غير كده هو اللي حاجه شاذه يعني. حضرتك كتبتي كتير جدا عن المقالات، في مقالات حضرتك عن الاخلاق، عن السلوك، عن مشاكل الاسره، عن الطلاق، عن الزواج الثاني. ايه اهم الاسس اللي كنتي او ما زلتي طبعا اكيد تهتمي بيها في ولادك؟ يعني ولادنا دول اغلى حاجه في حياتنا. ولادنا دول اللي دايما احنا الاشخاص الوحيده اللي بنتمنى نشوفهم احسن مننا. أكيد. في كل حاجه في الدنيا احسن مننا في كل حاجه. طبعا. ايه اللي اهتميتي بيه من خلال بقى احتكاكاتك، ومن خلال اللي برضو اللي بتشوفيه واللي بتعرفيه واللي بتنتقديه واللي بتكتبي عنه، كانت ايه الاسس والمعايير اللي ما كنتيش تسمحي وما زلتي اكيد ما تسمحيش انها تبقى مش موجود يعني في الولاد؟ في الولاد طبعا، انه
اولا احنا لازم بنعلمهم ان احنا عندنا دين، احنا ملتزمين بديننا مش متشددين ولا منفتحين. أيوة طبعا احنا عندنا قيم كده وسلوك عام بيحكمنا، يعني صحيح. ايه هنمشي فيه من هنا لحد هنا بالزبط. بس ما ينفعش نخرج لا كده ولا طبعا كده. نتطور بس ما نعملش اللي مش شبهنا ابدا. المساله على فكره طبعًا. صعبه في منتهى طبعًا. الصعوبه التعامل مع الاجيال دي للاسف. يعني انا عايزه اقول لك ان انا في تعاملي مع بنتي الكبيره حاجه، واللي بعدها حاجة، والصغير حاجة ثالثة خالص. لأنه تطور الأجيال سريع جدا، يعني بين الكبيرة والصغير 10 سنين، ده جيل كامل. الجيل الكامل ده حصل فيه تطورات جامدة جدا، وللأسف احنا لازم نلاحق التطور ده بالزبط. يعني احنا كمان مش هنقعد قاعدين على الشكل القديم وبنتفرج، لا ما احنا لازم نتقدم ولازم نبقى معاهم. احنا بنعلم نفسنا نتعامل ازاي طبعاً. احنا بنطور من طريقة الكلام ازاي، نحاول نعمل تقارب للأفكار والمفردات اللغوية وطريقة الإقناع، لأن الموضوع صعب قوي. صحيح. لما تيجي تكلمي مع ولد عنده 18 سنة، انت لغتك غير لغته. أيوة. انت افكارك غير افكاره، لازم تنزلي له شويه وتحاولي تطلعيه شويه بطريقه لطيفه وبطريقه غير مباشره، ومش بطريقه ان انا بقول لك اوامر وبأملي عليك ان انت تعمل كده وما تعملش كده. مش هيسمع كلام. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. الطفل الصغير ما بيسمعش كلام. صح. فاحنا لازم نلاقي طريقه مؤثره بالصحوبيه بقى، بان احنا نصاحبهم، بان احنا نتكلم مع بعض كده يعني بشكل مفتوح شويه. احنا اصحاب، ما نخبيش على بعض حاجه. لازم يكون في طريقه. احنا بنجاهد جدا عشان نوصل لها. يعني الموضوع مش سهل على فكره، وبالذات دلوقتي. العلاقه ما بين الابن وامه وما بين البنت وباباها، يعني في علاقه كده خاصه. أيوة صحيح. جدا ما تحسهاش غير الام اللي مخلفه ولد. وما يحسهاش غير الاب اللي مخلف بنت. وتشوفوها بقى مع بعض في العلاقه دي. هي الحته دي طبعا مهمه جدا. طريقه التعامل من الصغر هي دي اللي بتشكل الشخصيه بتاعت الولد ولا البنت. اذا تعامل كويس، اذا طلع في جو اسري فيه سلام، فيه هدوء. طبعا مش يعني الشطاره ان الاب يبقى صوته طبعًا. عالي طبعًا. ولا انه يبقى شديد زياده عن اللي ولا انه يبقى بيزعق في الام بالزبط. قدام اولادها. لا بالعكس بالزبط. تماما. دي بتعمل حاله من الخلل. طب بتكسر ابنك باللي انت بتعمله ده، مش بتكسرها هي بس، وبيخليه هو كمان ياخد الصفات السيئه دي فيما بعد للاسف بشكل للأسف. غير مباشر للأسف. للاسف الاطفال والاولاد بياخدوا طباع وسلوك اهاليهم. حتى لو هم بينوا لك انهم رافضين هذا السلوك. صحيح. ورافضين الطبع ده، هم مش عايزين يبقوا زيك. بيبقوا بالزبط. يعني بشكل فطري وشكل يعني لا ارادي. أيوة. دي حاجه بقى بالظبط يعني. وهو ده اللي احنا كنا بنقوله. ابنك او بنتك هم مش هيسمعوا كلام اللي حضرتك بتقوله لهم. او هم مش هيسمعوا كلام اللي حضرتك بتقوليه. هم هيتاثروا بتصرفاتك. هم هيعملوا زيك بالظبط. يعني اللي حضرتك بتعمليه هيعملوا زيه. أكيد. واللي حضرتك بتعمله هيعملوا زيه. فارجوك خليهم يعملوا حاجات كويسه. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا. سعيده جدا بالموضوع وبالكتاب. واحنا عايزين الحقيقه في قصه الاخلاق والسلوكيات دي كتب ومسلسلات وافلام وبرامج. عايزينها تبقى في كل حاجه، وفي المدارس. في المدارس في كل مش عايزين حاجة. ننسى الفكره اللي اتكلمنا عنها بتاعه المدارس، وهي حصه واحده للسلوك كده، نسميها بقى زي ما نسميها وننفذها باي شكل. ده بقى المنفذين والمسؤولين هم اللي مسؤولين عن الكلام ده. انا بشكر حضرتك استاذه دينا. شكرا ليكي جدا، ومتشكره لكل الساده المشاهدين. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده مع حضراتكم. بتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم يعني المحتوى للكتاب، وقدرنا نفيد حضراتكم بشويه صفات وشويه عادات وشويه كلام جميل نقدر نرجع بيه مجتمعنا، ونرجع تاني نشوف مصريتنا وشهامتنا وجدعنتنا وادبنا واخلاقنا وذوقنا وتربيتنا الحلوه. اشكركم. كان معاكم رانيا السيد.